مساء الخير. خلطة عسل سدرة راح نحطها مع مشروب بحيث انه يكون صحي ولذيذ وجدا مفيد. زين، خلطة السدرة شنو فيها؟ فيها طبعا اول شيء العسل المكون الاساسي، مضاف الى العكبر اللي هو صامغ النحل وغراء النحل، وايضا حبوب اللقاح والجنسنج. زين، شنو هذا شنو في فايدة؟ اول شيء فيه طبعا العسل فوائد ما يحتاج اقولها يعني، لكن احنا من فترة تكلمنا عن اللي هو حبوب اللقاح اللي هي فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم، جدا مفيد لصحة القلب، جدا مفيد لحساسية الربو، في الياف، في مضادات أكسدة، فليفونويد، بيتا كاروتين، هذه كلها مواد، فيتامين سي، كلها مواد مفيدة حق الصحة العامة ومفيدة حق الجسم بشكل عام. نضيف قفشة من هذا خلطة العسل مع شوية مكسرات مع شوية توت مثلج لأنه يكون في مادة الثيانين مركزة أكثر، حليب وبروتين عند الحاجة، وصير الخلطة تمام. أول شيء نضيف قراص حليب كامل، بعدها مكسرات ما تتعدى 10 حبات، توت مثلج، سكوب بروتين إذا أنت حاب يعني، بعدها قفشة واحدة من العسل، قفشة واحدة كاملة نحطها مع الخلطة كاملة، وكذي نكون حصلنا